اولا هي مش للتدخل في ليبيا، هما جماعه عارضين على وزير الدفاع متاعنا مش على واحد متمرد، على اساس انهم يدربون في السايبر وور، لانه فما ديزانفورماسيون وفما بصمات متاع اطراف روسيه وغيرها. جاءوا هذوما يحبوا يدربوا يقويوا كما ناخذوا في تدريبات اخرى تفيدنا في محاربه الارهاب، زادوها الفصل هذا يحبوا يدربوا جماعتنا ليميتي دون لو تون دون ليسباس، معناتها بشكل واضح، ويتوفى الحكايه وتمشي لا قاعده لهم يعقلوا. وبالتالي اللي يحب ينفخ يدبر راسه. ثانيا انا عندي مشكل، فما خرج في الاعلام اللي شفته يتحدث على انه فما وساطه روسيه لدى بشار الاسد فيما يخص اخراج دواعش من السجن عند سوريا وارسالهم الى ليبيا لجماعه حفتر. فماذا بيا حلفاء حفتر يتعالجوا الموضوع هذا، يعملوا تحقيق نتاعهم لصالح تونس، وما عندناش مشكل وما نحبوش نسميوهم باش ما نقولوش راهم داخلين في الحكايه.